حياكم الله وأهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر الأنباء نقدم لكم من قناة شوف تي في. كشف مصدر أمني أن عدد الموقوفين في إطار التحقيقات المنجزة بشأن ظاهرة ما تسمى بالتشرميل بلغ 46 شخصا إلى حدود الآن، بعدما انضاف إلى القائمة الأولى التي كانت تضم 35 شخصا، 4 مشتبه بهم بدرب سلطان الفداء و4 آخرين بكل من مليرشيد وأنفا، فضلا عن 3 آخرين تبين أنهم يوجهون بمركب السجن عكاشة لقضاء عقوبات سالبة للحرية من أجل أفعال إجرامية أخرى. وأوضح ذات المصدر بأن هذا الرقم مرشح للتزايد، خاصة بعد التوجيهات الجديدة لوزارة الداخلية بخصوص التدخل الحازم لزجر الظاهرة، وذلك إعمالا للتعليمات الملكية بشأن توطيد الإحساس بالأمن لدى المواطنين. تتواصل موجة الحر التي تجتاح المغرب هذه الأيام إلى غاية نهاية الأسبوع الجاري حسب مديرية الأرصاد الجوية الوطنية. وأوضح الحسين يعابد مدير التواصل بمصلحة الأرصاد الجوية الوطنية في حديث لشوف تي في أن هذا الارتفاع الناجم عن كتل هوائية حارة وجافة قادمة من الجنوب نحو المغرب سيكون ملحوظا خلال نهاية الأسبوع مع انتشار ظاهرة الشرقي. وبالنسبة للتوقعات يضيف المسؤول ستستمر الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة على أن تتراوح درجة الحرارة ما بين 32 و38 درجة داخل الأقاليم الجنوبية وبالجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 30 و35 درجة بسهول تادلا والحوز والرحامنة وسيس، وما بين 27 و33 درجة بالسواحل الأطلسية، على أن تعرف درجة الحرارة بعد الانخفاض بداية من الأسبوع المقبل. إلى موضوع آخر، ستنضاف عناصر القوات المساعدة إلى قوات الأمن الأخرى للحفاظ على الأمن داخل المحاكم المغربية بعد توقيع اتفاقية في هذا الصدد بين وزيري العدل والحريات مصطفى الرميد ووزير الداخلية محمد حصاد. وتروم الاتفاقية وضع إطار تنظيمي ملائم لتواجد أفراد القوات المساعدة داخل محاكم المملكة، بما يضمن تعزيز الأمن والنظام العام خاصة في المحاكم المتواجدة في مناطق تعاني فيها المصالح الأمنية من قلة الموارد البشرية. دوليا، قتل حوالي 7 أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من 30 آخرين اليوم الأربعاء في انفجار 6 سيارات مفخخة في مناطق ذات غالبية شيعية في بغداد، حسب ما أعلنته مصادر أمنية وطنية عراقية. ووقعت هذه الهجمات حوالي الساعة 10 بالتوقيت المحلي، أي 7 بالتوقيت غرينتش، في 5 أحياء ذات غالبية شيعية في يوم الذكرى 11 لسيطرة القوات الأمريكية على بغداد وإطاحتها بنظام صدام حسين. رياضيا، أكدت مصادر متطابقة أن المرشحين لرئاسة الاتحاد المغربي لكرة القدم محمد الكرتيلي الرئيس السابق لاتحاد الخميسات وسعد أقصبي الرئيس السابق للمغرب الفاسي تراجعا في آخر لحظة عن قرار ترشحهما لرئاسة الجامعة الملكية لكرة القدم. وأضاف المصدر ذاته بأن المرشحين كانا قد أكدا على أنهما كانا ينويان تقديم قائمة موحدة في الانتخابات القادمة المزمع عقدها يوم الأحد 13 من أبريل الجاري قبل أن يقررا الانسحاب من السباق. نهاية الموجز، في أمان الله.